معك عبد المجيد موسى مفلح، عمري 12 سنة، صف تاسع. أنا من الحديدة، من تهامة بالضبط، وأنا الآن أدرس في مدرسة اليمنية الحديثة. جينا مصر سنة 2019 يعني ذي السنة. مدرستي هناك باليمن كانت حلوة، وصحباتي هناك كانوا كثير، وكلهم كنت أحبهم وكانوا يحبوني. بس هاري في طرقها تنين تنين دي حالي لما جيت من اليمن ما وقفت خالص، على طول خلوك تواصلي، ما يبهدلوك ولا شيء. I want to be teacher to teach the students. المدرسة هذه مدرسة حلوة وجميلة، وفيها يعني أنشطة كثيرة، ومدرسة يمنية ومدرسة يمنيات وصحبات اليمنيات. ما أحس بغربة خالص في مصر. أحب الأنشطة الرياضية كثير جدا، أحب اللعب ولعب كرة قدم أكثر شيء. صحباتي هنا في مصر كثيرات، يعني بنات الفصل إذا المست كلهم حبوبات طيوبات. أكثر حاجة وحشتني في اليمن لما كنا نروح أنا وصحباتي من المدرسة، منروح المكتبة نشتري نبضع أشياء، بعدين نروح نشتري بطاط، بعدين نشتري آيس كريم ونروح كل واحد روح بيته. شعب اليمن يا رب آمين آمين، واحفظنا وفقنا آمين آمين. احنا حياتنا كانت باليمن حلوة وكل شيء تمام، وكلنا مجتمعين بالبيت. لما بعدين جرحت الحرب، احنا كنا ذيك المرة مش عارف انه حرب. لما نسمع صوت الطيارة كنا في اليمن، كنا نفرح نحس في مسافرين وكذا، فجلسنا نغني نطلع فوق السطح انا وصحباتي ونقول طيارة طيارة، فرحانين نستقبل المسافرين. يعني لما سمعنا ذيك المرة صوت الطيارة، بعدين سمعنا صوت الضرب، واحنا جلسنا خايفين. عمتي دخلتنا قالت دخلوا 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 في ضرب، واحنا مش فاهمين ايش يعني ضرب. ذاك الساعة احنا عرفنا انه في حرب وكذا. معايا اخت اسمها شهد وعهد ومفلح وميدة ومجدولين. اول شيء بابا كان سبق قبلنا لمصر، بعدين احنا كنا عادنا في اليمن، قال لنا يا بناتي انا يعني حبي لكم ومخوفي عليكم، انا شفت الوضع هنا امن في مصر، يعني شاف الوضع امن وحلوه العيشه في مصر، قال انا اشتاجبكم عندي مصر. لما جينا هنا مصر حبيت النيل، النيل صدق حبيته قوي، لما تركبي فوق المركب وكذا شعر حلو. مصر كمان حلوه، وحاجه حلوه يعني انه اهلنا مصر ناس طيبين. انا اكره الحرب لانها دمرت اليمن. العالم العربي نفسي أشوفه بأمن وأمان واستقرار زي مصر.